السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين خاف، وين المنتخب المغربي يخصص مأدبة عشاء للوداد. سمحوا لي كنت نهضر، وين نعاود نولوا نتكلموا، وين المنتخب المغربي يخصص مأدبة عشاء على شرف لاعبين الوداد من أجل إعطاء دعم كبير والفوز بهذه الكأس، يعني الكأس الغالية في إفريقيا، يعني كأس كبيرة في إفريقيا أمام من؟ أمام الأهلي المصري صاحب العشر ألقاب، يعني صاحب العشر ألقاب كنا نحسبوا له نصيبوا عندهم 8 باش تاوحهم، 8 تداينوا، 8 جايبينو بيها هكا، خاطر كنت تبقى تشوف محللين تاوحهم قبل واللاعبين تاوحهم قبل مي كانوا يهضروا، قال لك حنا كنا من لاربيت الفلاني نديروا لاربيت الفلاني نقولوا له خرجنا حمراء في لالي، خرجنا زوج بالحمراء وعطينا بيناتي وفي الروتور قالوا نستعملوا كل الوسائل باش حنا نفوزوا بالمباراه، اللي دار ضجه كبيره والناس ما يبغوا ما مشاوهاش ما بزاف صوالح على هذيك. حنا اليوم وين نطلبوا ان شاء الله من الوداد يعني عدم الغرور والتركيز، يعني وخاصه وين الدفعه القويه وين تلقاوها من عند لاعبين نجوم المنتخب المغربي والفانيك المدرب تاعهم، يعني اغلبيه اللعابه تاع الوداد العام اللي فات يعني كان المدرب تاعهم الوالد الركراكي زيد فانيك، وين فوزي لقجع كذلك وين قدم دعم كبير لهم، يعني فيها لي بريم فيها بزاف صوالح ودار لهم عشاء، يعني حاجه كبيره حاجه مليحه هذه. وين وجه الوليد الركراكي مدير الفني المنتخب المغربي لكرة القدم دعوة إلى أجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين الوداد الرياضي لمأدبة عشاء على شرفهم مساء اليوم يعني الجمعة بمركز يعني بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، والذي يحتضن حاليا يعني تجمع إعدادي لأسود الأطلس والوداد المغربي، يعني وفي رحبة وفي رحمة بكاس هذي تاع لا أنا راني جاي لازم شهر مكاش لي يدخل تعقيم، ديرولنا تعقيم ولا مكاش لي يدخل ومكاش منا ومكاش كاش منا، راهم في رحبة الوداد يتريني من وزيد فانيك راهم يترينو مام راه داخل معاهم في الخطة يتشاور معاهم يتشاور معاه، راك تشوف كيفاش تواصل. حنا مكا والو، حنا مدربين عيط الربعة يعني باش يتباعو في قطر، يوم ليا ما على بالهمش قاعد ما نجي ما والو تربحو. واحد قال لي كيما واحد هذا فؤاد يوتيوبر عيط لي نهار الاربعاء قال لي شو بي، قال لي لونترينر وين، قال لي وين المنتخب الوطني يبدا في التربص، قلت له علاه المدرب جا خلي يجي المدرب ومن بعد نهضروا، حتى يجي من بعد نهضروا. عرفتوا الناس كيفاش يكذبوا عليكم؟ من نهار قبل البرومي كما صاوا علينا البرومي المدرب يحل بالجزائر الطروا يحل الكات يحل السانك يحل، جابوا لنا كاع يعني كاع الارقام كاع الارقام، كل واحد يقعد في بلاصتو والله العظيم. وين سالنا وين يعني مأدبة عشاء على شرفه مساء يوم الجمعة بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، والذي يحتضن حاليا تجمع إعدادي لأسود الأطلس والوداد المغرب، ويستعد المنتخب المغربي لإجراء مباراة إعدادية أمام منتخب رأس الأخضر يوم 12 جوان على الملعب مولاي عبد الله بالرباط قبل التنقل الى جنوب افريقيا لمواجهه المنتخب بافانا يوم 17 من شهر ذاته لحساب الجوله الخامسه من تصفيات المؤهله لنهائيات كاس امم افريقيا، فيما يستعد الوداد الرياضي لاياب نهائي دور ابطال افريقيا المقرر بعد يعني يوم الاحد امام الاهلي المصري على ملعب محمد الخامس بدار البيضاء. زيارة الركراكي واللقجع لمعسكر الوداد، وكشف مصدر خاص أن الركراكي وجه الدعوة إلى بعثة الوداد الرياضي في إطار حملة دعم كبير والتي يحظى بها النادي الأحمر قبل نهائي القوي المنتظر أمام الأهلي المصري باعتباره ممثل للكرة المغربية في البطولة القارية، إذ يهدف المدير الفني للمنتخب المغرب من خلال هذه المناسبة إلى تقديم دعم معنوي للاعبين، وسيحاول الركراكي يعني تحفيز لاعبي الوداد للفوز باللقب الثاني على التوالي والرابع في تاريخ النادي
بعدما كان الركراكي قد قاد الوداد الموسم الماضي للفوز باللقب على حساب يعني الأهلي قبل تعيينه مدرب للمنتخب، لا سيما أن نجوم المنتخب المغربي المحترفين في أوروبا سيكونون حاضرين في مأدبة العشاء وسيقدمون بدورهم الدعم للاعبين الوداد. حاجة كبيرة. حنا باغي ترينو الياس ما باغي تريني، من الناس ما بغات لولا مسؤولين قالك لا يدخلوا من اعلى مستوى، قالك لا يدخلوا بن سيدي موسى عنعمة مازال وينتا غادي يدخلوا هذا التربص، قالك ها وينتا لا يدخلوا، قالوا يدخلوا دخلوا نورمال. حنا الفريق المحلي، فريق محلي كنا بين المنتخب الوطني الجزائري الاول باغي يلعب الفريق المحلي يعني قاسو في قسنطينه، قسنطينه كاش ما كاش واحد الامور، واحد الامور الناس تواصل، هذا هو العمل، هذا هو العمل. الناس كيفاش تخدم، شوف الناس كيفاش تخدم، شوف ما شاء الله، شوف ما شاء الله، قول ما شاء الله، كي تشوف يد واحده يد مربوطه لازم لازم مسوديه، لازم كاع كيف كيف، وكاع والمدربين تاع البطوله كاع يكون عندهم تواصل مع المدرب ويكون عنده تواصل معهم. ما كاش هنايا ولا مدرب يتواصل، مدرب الوطني الاول لا يتواصل مع بالشيخ، مع بالشيخ هذا له تحيه وكل، قولوا له يتواصل معاه ولا يهدر معاه ولا قولوا له، قولوا له قولوا لمصطفى بالسكري لا يتواصل مع هذا المدرب، كيما مزيه مزيه توفيق قريشي كان مي قالوا له، قالوا ما انا جامي هدرت معاه ديرا، قالوا ما انا جامي، قالوا ما كاش عندي، قالوا خاطر واحد ما قالوا يا درا التقييم تاع كوب دافريك 2022 يا درا كي داير، قالوا انا جامي هدرت معاه، قالوا ما كاش عندنا اتصال، قالوا خطره لقيتو برك سيدي موسى، قالوا من فماك ما عندي حتى اتصال معاه. شوف كيفاش لا والو. ودابا الركراكي ولاعبو المنتخب الوطني على تقديم الدعم لجميع المنتخبات المغربية الصغيرة والأندية المغربية والتي تنافس على وجهتين يعني الدولية والقارية حينما تقيم معسكرات بمركب المعمورة. ومن جهته تبع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم مساء أمس الخميس يعني تبع تمارين نادي الوداد الرياضي بمركب محمد السادس لكرة القدم بحضور ركراكي مدرب المنتخب المغربي والسعيد النصيري رئيس الوداد. وحسب البيان للاتحاد المغربي فإن فوزي لقجع انتظر حتى نهاية التدريبات للقاء لاعبين الوداد الرياضي والطاقم الفني والطبي من أجل تحفيزهم قبل نهائي أمم يعني نقولوا باللي قبل النهائي أمام الأهلي، داعيا إياهم إلى بذل قصرى جهدهم من أجل إهداء الكرة المغربية لقب إفريقي جديد. شو ناس 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 تخدم خويا وما شاء الله عليهم يا خويا، يبغوا بلادهم خويا، يا خويا راهم يعطون في المثل في حب الوطن، هذه هي راهم يعطون في المثل في حب الوطن. نقولها لكم ونعاودوها لكم، الناس راهم يعطوا والله لا يمدوا في المثل خويا، كيفاش تبغي بلادك ماشي بالبلا بلا 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 ساهله، بالبلا بلا ساهله خويا، كيفاش تمد لبلادك، كيفاش توصل لبلادك، هذه هي. هذه هي خويا، هذه نقولوا بالليل ان شاء الله بربي نشوفوا نشوفوا الوداد، انا كجزائري نتمنى الوداد يفوز، هذه هي من التالي اخويا نتمنى لهم الفوز الوداد، ان يستاهلوا 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 كل خير، مغاربة يستاهلوا كل خير، وناس ناس تخدم وناس يعني وين عندهم النية، عندهم النية ومأمنين بالعمل تاعهم يعني نظاف ما كاشي ما يعني خدم ابغي بلادك، ابغي بلادك خويا خدم وبغي بلادك، هذه هي الناس على هذيك ناجحة خويا، الناس على هذيك ناجحة خدم وبغي بلادك، على هذيك الناس هي ناجحة، الناس نجحت كيما هاك ما نجحتش بالهضرة ما نجحتش هاكا، هذه هي الناس ما تحدش هاك تحدش يعني بالعمل، العمل الصهر يعني الصهر مكاش، هذه اللي يعجبوك، هذه الناس اللي يعجبوك، عامل 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 مكاش مكاش زعق مكاش ما تحبش شي، خدم خدم تلتاليا، هذه هي خويا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، اللي مشي ابوني معنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي.